وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا. اللهم شفع فينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشفع فينا القران والصيام، وشفع فينا اوليائك وانبيائك ورسلك، وشفعنا في انفسنا، واشفع فينا يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. نحن وسائر امه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، وأصلح لنا ولهم شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحر الشيطان والدجال واليهود ومن والاهم يا رب العالمين، وكل عدو للمسلمين يا أرحم الراحمين. اكفنا ما أهمنا وتقبل ذلك منا، وأن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين، آمين. تكملة تعليق المصنف على الحديث 64، حديث كراهة الرسول أن يبيت عنده لهب أو يمسي، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بسنده عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم بسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمه بفتح القاف أحسن، فأمرت بقسمه. في بعض النسخ متشكلة على تصلحها كويس. تكلمنا على أن الإنسان قد يخطر في باله بعض الخواطر في أثناء الصلاة، وهذه الخواطر إما أن تكون ربانية أو ملكية أو نفسانية شهوانية أو شيطانية، فلا بد أن نميز بين ذلك. وبالأمس تكلمنا على الخاطر الرباني، وأنه يحض على طاعة مطلقة معينة، وأنه قاهر، الخاطر الرباني قاهر لا يبقي معه خواطر أخرى. أما الخاطر الملكي والنفساني والشيطاني كلهم يعملون في وقت واحد، فإذا جاء خاطر رباني محق الكل وطهر الكل ولا يبقى إلا هو. أما الملكي، الخاطر الملكي يعني، فهو كل ما يدعو إلى خير، يعني الخاطر الملكي يحثك على فعل أي نوع خير، لا يشترط نوع معين، المهم يريدك أن تكون على حالة مرضية طائع على أي حال، خلافا للخاطر الشيطاني يريدك أن تكون عاصيا على أي حال، فإن لم يستطع أن تكون عاصيا فلتكن في عبادة أدنى من العبادة المطلوبة في وقتها، فتقدم ما يجب تأخيره وتؤخر ما يجب تقديمه، فيدخل لك من باب الأولويات فلا يرتب الأولويات. يقول: وأما الملكي فهو كل ما يدعو إلى خير، وهو مثل ما ذكر في هذا الحديث، إما أن تفعله
وإما أن يكون لك سببا إلى الخشوع، وهو من أعلى درجات المصلين. فالخواطر الملكية لما تأتيك في الصلاة تمل تأتيك لخشوع أو بحضور مع الله سبحانه وتعالى، أو بشعور بلذة ذكر أو طاعة. وإما أن ينقطع به عنك الوسواس في صلاتك، أو أن يقطع الوسواس يعني يغلب على خاطر الشيطان والنفسان يشوش عليه، فقد يغلبهم إن غلب خيرك فيغلبهم فيقطع الوسواس. وهو مع ذلك لا يزيد الصلاة إلا حسنا ما لم يطل المحادثة به حتى يقع به الخلل في شيء من الصلاة. يعني لا تتحدث مع الخاطر كثيرا ولو كان ملكيا، وإلا قد يقع الخلل في الصلاة فيشغلك عما أنت فيه من عبادة الوقت، فإنه إذاك تعاد الصلاة منه مثلما فعل عمر رضي الله عنه حين صلى المغرب بالصحابة رضوان الله عليهم ولم يقرأ فيها، فذكروا له ذلك بعد، فقال كيف كان الركوع والسجود؟ فقالوا حسن. قال فلا بأس إذا أني جهزت جيشا إلى الشام، يعني ده له خاطر يجهز جيش للشام وهو داخل الصلاة، درجة شغل عن القراءة. فلما انتهى من صلاته قالوا له لم تقرأ، فقالوا له كيف، فقال سألهم عن كيف كان الركوع والسجود، قالوا من حيث الظاهر كانت صلاة كاملة، لكن فين القراءة؟ فأعادها. يعني استغرقه الخاطر وإن كان في الخير استغراقا أدى إلى خلل في إيه؟ في الصلاة، وهو عدم القراءة، ولذا أعادها. قال فلا بأس إذا أني جهزت جيشا إلى الشام وأنزلت الناس منازلهم، وذكروا أنه أعاد الصلاة. وفي إعادة الصلاة خلاف بين العلماء، فيكون في إعادة الصلاة هل يعيد الصلاة على كل حال؟ قال لك يعيد الصلاة لو ترك قراءة وجهه كالفاتح، ولا يعيد الصلاة لو استغرقه الخاطر الملكي ولكن منعه من قراءة بعض المسنونات فلا إعادة عليه. فلو منعه من قراءة السورة غير الفاتحة، أو منعه مثلا من التسبيح في الركوع أو في السجود، فلا إعادة عليه. أما إن منعه عن قراءة واجبة ركن من أركان الصلاة كالفاتحة وكالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليم، فدي قراءات لابد منها، وتكبيرة الإحرام يكون لها قراءة لابد أن تتلفظ فيها ولا تصح الصلاة إلا بها. أما باقي الأركان فلا قراءة فيها واجبة. فلو ركع واطمأن دون أن يتكلم، ورفع واطمأن دون أن يتكلم، وسجد واطمأن دون أن يتكلم، فصلاته صحيحة. لأن التسبيح في الركوع وفي السجود سنة وليس ركنا. قراءة جهرية ولا أي؟ المقصود القراءة اللي هي الصلاة اللي هي تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد. يعني لو قرأ الفاتحة سرا وأخرى ما صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. لو ترك الجهر في موضع الجهر صلاته صحيحة، ولو جهر في موضع السر صلاته صحيحة. يعني في واحد بيصلي الظهر فراح جهر بالفتح صلاة الظهر، والناس تقول له سبحان الله هو سمعه تقيل هو شغال، سيبه وخليه يصلي ورا الصلاة صحيحة. واضح؟ الصلاة صحيحة. وهل يسجد للسهو أم لا؟ الشافعية يقول لا يسجد للسهو، والملكية يقول يسجد للسهو، في خلاف. واضح؟ لكن الصلاة صحيحة، لأن الجهر والإصرار هيئة من هيئات الصلاة، هيئة، والهيئة يعني لهيئة القراءة نفسها، هل هتبقى سرا ولا هتبقى جهرا؟ فهذه الهيئة لا تؤثر في الصحة من عدمها، لكن تؤثر في كمال السنة بس. وذكروا أنه أعاد الصلاة، وفي إعادة الصلاة خلاف بين العلماء، قلت لك أنا الراجح فيه، أنت عيد وأنت ما عيدش. لو ترك قراءة واجبة يبقى عيد، لو لم يترك قراءة واجبة لا إعادة عليه. فيكون في إعادة الصلاة إذا أتم ركوعها وسجودها ولم يقرأ خلاف،
فإن نقص شيء من الركوع والسجود فلا بد من الإعادة. لكن المطمئن اللي بقى في الركوع والسجود يبقى إيه؟ صلي فإنك لم تصلي، حديث المسيء سبب. هنرجع تاني للإعادة، ليه؟ لأنه ترك ركن وهو الاطمئنان، واخد بالك؟ فلا بد من الإعادة لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وده فقرة من حديث المسيء سبب. لما نقص من التمكن في أركانها كما هو مذكور في الحديث. يبقى عشان تعرف متى أعيد ومتى لا أعيد لازم لابد إنك تعرف إيه هي أركان الصلاة الأول، عشان لو حصل خلل في ركن يبقى لك الإعادة. ما حصلش خلل في ركن يبقى ما لا شيء فيه. ولو كان الخلل في سنة يسجد لا للسهو تسجد للسهو، إذا كان في سنة لا يسجد لا للسهو يبقى لا تسجد للسهو كمان. يبقى لابد إنك تبقى عارف أحكام الصلاة أصلا عشان تعرف كيف تضبط الصلاة. وإن كان نفسانيا، وإن كان نفسانيا يعني ولو كان هذا الأمر يعني الشغل ده شغل نفساني وأدى إلى خلل غير ملحوظ لكن أنت أدركته، فتشوف افرض يا أخي وأنت واقف بدل ما تقرأ الفاتحة من كتر ما أنت سرحان والخوافر قريت التشهد وانت واقف، وبعدين لقيت نفسك قاعد وانت في التشهد بتقرا في الفاتحه، ما عملت خلل، حصل خلل. لكن الناس اللي شايفاك في صلاه سريه لا تدرك الخلل، انت اللي هتدركه بس لان الناس مش سامعك انت بتقرا ايه. فاذا ادركت هذا الخلل ولو كان شيء نفسي خاص بيك يبقى عليك ان تعيده. فإن كان مما ينافي الصلاة مثل التحدث في شهوة من الشهوات، طب افرض بقى الخاطر ده كان خاطر شهواني وقعد يحدث نفسه فيه من الشهوات المباحة، قعد يحدث نفسه بإيه وهو بيصلي العصر وصايم في الفرخة اللي بيحمروها له فوق هياكلها بعد الفطار، وقعد بقى يتصور هياكلها ازاي واكلك منين يا بطة وحاجات منين، وقعد بقى ياخد ويدي مع نفسه، واخد بالك؟ اه كده فيها خلل. ولو كانت الشهوه مباحه فما بالك لو حدث نفسه بشهوه محرمه، واخد بالك؟ زي اللي بيتفرج على الافلام والحاجات دي وبعدين بعد كده يتصور ما راه في الافلام اثناء صلاته يبقى عليه الاعاده. هنا يبقى عليه الاعاده عند الصوفيه مش عند الفقهاء. عند مين؟ عند علماء الصوفيه. فإن كان مما ينافي الصلاة مثل التحدث في شهوة من الشهوات المباحة فالإعادة مندوبة. لو كانت شهوة مباحة ليه شهوة الفرخة والحاجات دي؟ واخد بالك؟ أو مثلا عايز ينام تعبان ويحدث نفسه يقول تنام بقى والجماعة بتوع مسجد الأشراف بيقولوا خلصونا بس خلصوا التراويح إمتى النهاردة؟ متأخرنا والساعة بقت كبيرة. أنا إيه اللي جايبني هنا النهاردة؟ واخد بالك؟ ابتدي بقى يحدث نفسه ومثل هذه الامور، واخد بالك؟ فالاعاده تبقى مندوبه وليست واجبه. ليه؟ لانه يعني دي امور مباح انه يترك الصلاه النافله او ما يجيش او يجي ما يجيش ما يهمنيش، كل الحاجات دي هي مباح. يصلي في الجامع ده يصلي في الجامع ده كل ده مباح، يعني هي دي امور كلها مباح. يقول الاعاده مندوبه، لكن لو فكر في شهوه بقى محرمه هنا بقى ايه الصوفيه يقول لك يتحتم الاعاده. لأن المقصود من الصلاة الحضور والخروج من حدود النفوس لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يكون قلبه منع جوارحه. هي معه أنا مكتوب عندي غلط. حتى يكون قلبه مع جوارحه، يعني يكون حاضر القلب مع الجوارح. صلحها بقى لو عندك أنت أي نسخة محرفة كالنسخة التي معك. فإذا كان القلب مشغولا بتلك الشهوة فأين هو وأين الصلاة؟ اللهم إلا أن تكون خطرة من النفس فيترك. لكن لو خطرة سريعة وتركها خلاص أنت بقى إذا إيه ياخد ويدي فيها بقى لدرجة إن إيه ينسى هو في الركعة كام وقرأ الفاتحة ولا ما قراش، لدرجة إن هو يعني انشغل فيها خالص. يبقى في الحالة دي إيه نقول له إيد. إنما لو جات له بسرعة غلت وما عادش ياخد ويدي معاه كتير خلاص
ويعفو عن كثير، فلا تضره إن شاء الله إذا كان عند إحرامه قد أخلص. فإنما نحن مكلفون بدفع خواطر السوء في الصلاة وغيرها، إلا أنها في الصلاة آكد. إذا كنت أنت خواطر السوء في غير الصلاة مطلوب أنك تدفعها، فما بالك وأنت في الصلاة بين يدي الله، يكون أشد تأكيدا للعلة المتقدمة اللي هي هتمنعك من الخشوع، العلة أنها هتمنعك من الخشوع. والخشوع ركن من أركان القبول مش من أركان الصح، ركن من أركان القبول في الصلاة، لأن ليست كل صلاة صحيحة مقبولة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحدث مع الذنب توبة، السر بالسر توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. يعني أذنبت في العلن تتوب في العلن، أذنبت في السر تتوب في السر، لكن مع كل ذنب تحدث توبة على طول. وإن كانت الشهوة بقى محرمة فلا صلاة بالأصالة، لأنه لا يجتمع فعل طاعة مع معصية. يعني لما تبقى إيه بيجتمع مع فعل الطاعة معصية في وقت واحد، تبقى الطاعة دي غير مقبولة، بل باطلة عند الصوفية وعند الحنابلة كفقهاء. فقهاء الحنابلة يبطلوها، والصوفية يبطلوها، والشافعية يصححوها مع عدم القبول، يسقطوا بها الفريضة لكن غير مقبول. واضح؟ زي الجماعة اللي هم قاعدين واخدين الميادين وقاعدين يصلوا وموقفين حال الناس، لا عربيات بتمشي ولا مصالح بتتقري، وبيأذوا الجيران بتاع المنطقة. إذا الجار كبير كويس، وسد الشارع اللي الناس بتمشي فيه ده جريمة من الجرائم، اسمه قطع الطريق، دي جريمة نص عليه الفقهاء، جريمة قطع الطريق، دي جريمة من الكبائر، قطع طريق المسلمين. ويقف اللي يصلي التراويح، والتراويح سنة، ويعمل جرائم من الكبائر، ويدعوا ان هم فاهمين الدين، أي دين هذا بيفهمينه؟ عشان تعرف ان حصل خلل في ايه؟ في فهمهم للدين وتربيتهم على الدين، حصل خلل كبير. وهذا الكلام موجه للي في التحرير واللي في رمضان. واخد بالك ازاي؟ ممنوع انك انت اصلا تسد شوارع وتقول لي بقول رايي، ما تقول رايك يا اخي في اي حته، في وسائل انك تقول رايك فيها عن طريق الصحف، عن طريق القنوات، عن طريق اي حاجه. انما تقول رايك تقوم تجيش الناس وتسد بيوتهم وتقف في الشوارع، توقف حال الناس وتوقف حال التجار، وقد يحدث اعتداء بسبب التزاحم واختلاف الاراء، وحدث كثيرا بالفعل، وناس جرحت وناس ماتت. وبعد كده تقول لي اصل انا واقف بصلي التراويح. هو ده بقى بالظبط، تقول لي تراويح ايه يا عمر؟ ما عارف المصريين لما يجي يشتم واحد يقول لي يا عمر، ما اعرفش ايه السبب، من الظاهر ان سيدنا عمر عشان شديد يعني، واخد بالك في الحق، فيقول لي يا عمر عشان يستعيد الشده على ده. فالمصريين كده اول ما يلاقي واحد مش عاجبه يقول لك مالك يا عمر يعني، يعني يا سيدنا عمر تعالى اديني قوه اواجه الباطل اللي قدامي ده. فهمت ازاي؟ فالمصريين يقولوا كده، فهم ناقص نقول لهم دين ايه يا عمر اللي انت جاي بتقول عليه؟ فاخد بالك ازاي؟ كل ده باطل. فلازم نعرف ان اذا تلبست الطاعه بمعصيه بطلت هذه الطاعه. فهمت بقى ازاي؟ لازم الطاعه تبقى صرفه في كله، لا تصلي في ارض مغصوبه ولا بثوب مغصوب ولا بإزاء بني آدم، لدرجة إن الإنسان لو صلى داخل المسجد لكن في ممر المسجد سقطت حرمة المرور بين يديه. عقوبة ليه؟ أصبح مالوش حرمة، تمشي قدامه. شوف إذا كان كده بيصلي في المسجد بس بيصلي في الممر، كان تسقط حرمة المرور بين يديه، مر بين يديه ما يهمكش، والإسم عليه هو مش على المار. ليه؟ لأنه أوقف المرور داخل المسجد، فما بالك في الشارع. فهمت بقى ازاي؟ فالحكاية تحتاج ان احنا نراجع الفقه مرة اخرى ونفهم مقاصد الشريعة اين هي. فهمت؟ بالإضافة للتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة وإزاء الناس ووقف مصالح الناس. يعني انا اعرف ناس دكاترة عيادتهم في ميدان رمسيس، وجايلهم ناس استشارات مرضى عيانين في قطر الصعيد،
عايز يروح للدكتور ومتألم وتعبان ما عرفوش يوصلوا للدكاترة، ولو وصلوا الدكاترة ما راحوش لما شافوا الهرج ده ما رضوش ينزلوا يفتحوا عيادته هيخاف. فأنت جيت على الضعيف كمان، قطع تذكرة وراكب القطر بقاله 10 ساعات ورايح متألم وعايز يروح، وتقول لي أنا كده بصلي التراويح، أو ده تقول لي تراويح إيه يا عمر؟ فين؟ فما ينفعش، لدرجة إن الناس اللي ما تفهمش الدين تكره الدين. يعني الناس اللي ما تفهمش الدين هتكره الدين، دي حقيقة. يقول لك مش عايزين الدين ده اللي هو. وبعدين لما يجي يصلي في الطريق ويوقف ويجي بتاع الشرطة يمشيه يقول لك شوف بيضرب المصلين. يعني بتاع الشرطة هيعمل إيه طيب؟ ما بيزيل التعدي على طريق المسلمين. فربنا ينجينا ويفهمنا. ناخد بالنا ان هم لم يقرأوا مثل هذا الفقه ولم يتعلموا هذا الفقه الدقيق، ولكن اهتموا بنصرة الدين بعاطفة بلا فقه، فصار جهل وراء جهل وظلمات بعضها فوق بعض. والآيات اللي نازلة في الكفار ونازلة للصحابة في الكفار يخليها فيه هو في من يخالفه في رأي سياسي. ده اسمه كلام يعني، حتى ده تبديل الكلام عن مواضعه، ده استهتار بآيات الله عز وجل. ازاي تبقى آية نازلة للصحابة في قتال الكفار تخليها انت في بلاد المسلمين في خلاف في إدارة البلد، وتخلي اللي هو يريد ان يدير البلد بطريقة تختلف عن طريقتك بقى هو أبو جهل وتدعي عليه ويتقنط طول الليل وتقول اللهم ايه اهلكهم بدلا، ويكتم مش عارف ايه ورمل ايه وحاجات غريبة الشكل. هو ده الدين؟ وربنا لا يقبل على فكر الرعاء فيه قطيعة رحم. خد بالك مهما يدعو احنا مش قلقانين. ليه بقى؟ لان ربنا لا يقبل دعاء فيه قطيعة، فمردود عليهم. فانت ما تقلقش يقعد يدعي للنهار، ولا ربنا هيسأل عليه. ليه بقى؟ لان الله لا يقبل دعاء فيه قطيعة وفيها تنابز بالألقاب. وبعدين احنا بنعيب على اليهود ان هم يحرفون الكلم عن مواضيع، فجاي انت الايات اللي نازله في الكفار تقول لي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم، بقى دي ايه تتقال علشان اروح رابعه او ميدان التحرير؟ ده استهتار بكلام الله عز وجل. فتبقى من الكبائر قراءه هذه الايه في هذا الموضع، واخد بالك، وتحملها هذا المعنى، ده كبيره من الكبائر. ده فعل يهود يحرفون الكلمه عن مواضيع. فإن قد هم الإنسان لازم ياخد باله منه، وإلا الشيطان أصله دخل. الشيطان محب فساد ذات الدين جدا، فلما لقى أن الطريقة دي تفسد ذات الدين جعل له زبانية من البشر جهل بالدين، واخد بالك، يبلشوا الناس ويحمسوا الناس ويشعللوا الدنيا. ربنا ينجيه. خد بالك من الفقرة دي همة. شوف بيقول هنا إيه، لأنه لا يجتمع فعل طاعة مع معصية. حط تحتها 100 خط، لا يجتمع فعل طاعة مع معصية. قال مثلا إخواتي في الإرث علشان أنا أخوهم الكبير أروح واخد أنا إيراد أرض زيادة عنوة كده عشان أنا الأخ الكبير فوق حقي، وأبني عليه دار وأسكن فيها وأقعد أصلي صلاة بك على مذهب مين؟ الصوفية والحنابلة، وغير مقبولة على باقي المذاهب. فيقعد يعمل الدار بتاعته اللي خدها على أرض مغصوبة ليه وعايش فيها 30 40 سنة بيصلي كل الصلاة دي ولا كأنه عمل. شفت المصيبة؟ فغلط. نيجي في حريم السكة الحديد، حريم الري، يعني أي مجرى مائي لازم يبقى فيه جزء منه أرض حريم له، بحيث لما يحصل خلل في المجرى المائي ده العبد والاوناش والحاجات دي تعرف تدخل عن طريق هذا الممر وتصلح حاجه تعمل حاجه تعمل كوبري. يقوم يجي لك الناس الجهله يروحوا ايه محوطين حته ارض من دي وعاملها مسجد. مش ده بتحصل في مصر كلها؟ ما الدين ما قالش كده. او الصلاه في مثل هذه المساجد على اراضي مغصوبه غير مقبوله وباطله، لانه لا يجتمع
طاعة مع معصية. خد بالك دي قاعدة مهمة واحنا بنعاني منها. يعني احنا عندنا مثلا المطافي في المقطم، المطافي في المقطم كانوا عاملين ليها حتة حريم كده علشان لو زالت عربيات المطافي تقوم ايه تلاقي لها جراج. هو الوقت المطافي فيها مثلا ثلاث عربيات، المقطم ممكن يتسع في المستقبل، فهم يعملوا حريم قطعة أرض فاضية يعملوها جنينة مؤقتة عشان لما يزيد الكثافة ويحتاجوا عربيات مطافي أكتر يزودوا الجراج. يقوموا الناس أهل المقطم اللي هم نفسهم بيقول لك إحنا متعلمين وفاهمين يتعدوا على هذه الأرض وكلنا بنمر عليه، وعملوها مسجد، وسعوا المسجد وتبرعوا وعملوا وبنوه وكلفوه. فالصلاة فيه غير، لأن لا يجتمع طاعة مع معصية، لا يجتمع. هل امتلأت جميع مساجد المقطم؟ ده جنبهم بخطوتين مسجد المقطم كبير 10 صفوف فاضية فيه، فتاخد ليه الأرض دي؟ فهمت بقى ازاي؟ لا يجتمع طاعة مع معصية، قاعدة مهمة. يا سلام، مهمة جدا، لكن احنا مقصرين في هذا، لأنه لا يجتمع فعل طاعة مع معصية. فنحن قيل لنا في عدم حضور القلب ما ذكرناه آنفا، فما بالك بهذه الصفة الذميمة اللي يدي لك خاطر معصية جوه الطاعة في صلاة فيها طاعة خاطر. فبيكلمك عن الخواطر، فما بالك بالأفعال وهي أقوى. أنا بدي لك نماذج أفعال، فالأفعال أقوى، والشيخ هنا بيكلمك على الخواطر. فهمت إزاي؟ فالخواطر أخف، وبالرغم كده بيحذر منا، لأنه ظاهر ما خطرش في باله اللي إحنا فيه. الشيخ نفسه لو تصور وأطلق لخياله العنان ما كانش هيتصور إن في يوم من الأيام ناس توقف العربيات والشوارع ويقفوا يصلوا التراويح في نص الشارع كده، واخد بالك، ويقفوا حال المسلمين. ما كانش يتصور هذا أصلا. ده هو كل الحكاية، بيقول الخواطر المحرمة دي لما تيجي جوه صلاتك هتبقى خواطر محرمة مع طاعة، فإذا اجتمعت طاعة مع معصية تنتفي إيه ثواب الطاعة، فعليك تعيدها، تعيد الصلوات اللي أنت عملتها في هذه الأيام. ده بيتكلم على الخواطر. يا سلام، رحمه الله الشيخ أبو جمرة ما كانش متصور ما نحن فيه، هو لو تصور ما نحن فيه لمات مرة ثانية، هو مات بس خلاص، لكن هيموت تاني كملا وحزنا. عشان كده احنا الرسول قال كده ان ياتي زمان الانسان يمر على القبور يتمنى ان يبقى بدخل من كتر ما هو مش متحمل اللي شايفه، وحاسس ان لما بيكلم الناس على هذه المعاني ان الكلام ده بعيد قوي عن ذهنهم، لدرجه ان بدا الاسلام غريبا ويعود غريبا كما بدا. يعني في طوائف كثيره من المسلمين لو قلت لهم الكلام ده هيقوموا يتخانقوا معاه، انا متاكد. يعني انا لو رحت في بتوع رابعه او بتوع التحرير قلت لهم الكلام ده هيقولوا عليا فلول. اه والله، يقولوا عليا اي حاجه بقى وحشه ودسيسه وبتاع، ويتلموا عليا ويموتوني، واخد بالك ازاي، وتستريحوا مني بعد كده، تصلوا صلاه خفيفه وتبقوا مبسوطين، وانا برضه استريح من اللي انا شايفه، لان اصبح بدا الاسلام غريبا ويعود غريبا كما بدا. صدق الرسول، يقول احكام اهي، وتنظر للواقع العملي. البناء على الاراضي الزراعيه حرام قطع، فكل واحد بنى بيت على ارض زراعيه ولو الارض دي ملكه وهو عارف ان بلده لا تنتج 10% من احتياجاتها الزراعيه، يبقى بيفعل حرام قطع. فكل الاراضي اللي بنى عليها كل دي اجتمع عليها معصية، فإذا عبد ربه جوه هذه الدار لا تجتمع طاعة مع معصية. شوف قد إيه بقى أحكام بقت إيه صعبة. الإسلام ده أحكامه عايز يحفظ للناس حياتهم، وأنا كمان هاكل زلط وطوب. الأرض الزراعية بدل ما أرمي عليها حب يطلع شجر والناس تاكل، ويطلع قمح والناس تاكل، أرمي عليها زلط وأسمنت وأسكن أنا وأسيب الناس جعانة؟ هو ده ربنا بيقول كده؟ والقوانين بتمنع، ويكسر القوانين ويدفع رشاوي
كل ده علشان يكسر القوانين ويدفع رشاوي، وبعدين يعبد ربه جوه هذا البيت ويروح يحج ويجي ويكتب على بيته حج مبرور وذنب مغفور. فهمت ازاي؟ حج ايه بقى يا عمر؟ فالمسألة محتاجة ان الواحد يراجع مثل هذه الاحكام الفقهية المنضبطة على قواعد شرعية منبثقة من مقاصد الشرع الشريف. فالناس مش واخدة بالها، فاهمة ان الدين ده يعني تناول بس احكام الصلاة بس، ده تناول احكام حتى تنص الشافعية في باب التيمم. يقول لك لو تيمم بتراب المسجد تيممه محرم، فإن صلى لا قبول لصلاته، لأن تراب المسجد ده ملكية عامة لسائر المسلمين، فعليه إنه يتيمم بتراب الشارع مش بتراب المسجد. نص عليه الشافعية والله، ونص عليه الإمام بيقولوا وغيره وغيره. يعني لو فقد الماء ودخل المسجد فتيمم بتراب المسجد، يبقى ده اجتمع الطاعة مع معصية، التيمم طاعة وتراب المسجد معصية. مع ان هو بياخد قد ايه يعني من تراب المسجد في التيمم؟ ده بياخد هبالة كده، حاجة ما تتوزنش. بالرغم من كده شوفوا من يعمل مثقال ذرة، لكن هي ذرة، ربنا هيحاسب عليه. فإن توضأ بماء مغصوب تبقى وضوءه عند الشافعي صحيح، ولكن لا يثاب عليه، والصلاة اللي هيصليها دي لا ثواب فيها، وباطل عند الحنابلة وعند الصوفية، لدرجة أن نصوا قالوا لو كان هناك ماء سبيل للشرب، ماء سبيل للشرب، يقول لك كده مكتوب عليه ماء سبيل للشرب، فاستعمله للوضوء فوضوءه محرم. شفت قد إيه؟ الناس مش واخدة بالها من الأحكام. مفيش مية إلا زير للشرب، أتيمم وما أخدش مية الزير أتوضى بيه، يبقى اسمي فقدت الماء وما تيممش، لكن لما أعطش أشرب من الزير، لكن عايز أتوضى ما توضاش من الزير، لأن الزير ده وضع من أجل الشرب لا من أجل استعمال الماء في ري مثلا شجره جنب الزير، او ان انا اخد من الزير وارش على الارض عشان تجي لي طراوه وانا قاعد. مش زي الناس بتعمل كده ولا لا؟ ومش عارفين ان احكام الشرع تناولت مثل هذه الامور. عرفت يعني ايه كلام النبي بدا الاسلام غريبا ويعود غريبا كما بدا؟ لما تيجي تشرح الاحكام دي للناس يجدوا ان هم بعاد قوي. يرمي سلك يجيب كهرباء من غير عداد وينور الجامع، وطول الليل يلعب بقى قرآن ما شاء الله. يلا دخل معصية مع طاعة، سارق للتيار الكهربي حرامي بيصلي وهو حرامي، اجتمعت ايه؟ معصية مع طاعة. انا بقول لك نماذج من اللي احنا عايشينه، نماذج كثيرة من اللي احنا عايشينه، فناخد بالنا، لأن كل النماذج دي نماذج أدهم الشرقاوي اللي هو كان بيسرق من الأغنياء ويتصدق على الفقراء. أما الغاية تبرر الوسيلة، وإحنا عايزين إن الغاية لا تبرر الوسيلة عند المسلمين، لابد أن تكون الوسيلة مباحة والغاية شريفة. واضح؟ كل دي مهمة. هنقول إيه ولا إيه؟ المصريين أصلهم عملوا عمايل. فلا المعارضة معارضة شريفة ولا غير المعارضين في الاتجاه النقيض اتجاه شريف. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ولو تعتزل الفرق كلها ولو تعض على أصل شجرة. اعتزل الفرق كلها ولو تعض على أصل شجرة. فلا المعارض يعارض بشرف وبطاعة وبوسيلة مباحة، ولا المؤيد بيؤيد بطريقة مباحة لا تثير القلق ولا تثير الفوضى ولا تضيع مالية الناس. لا ده كده ولا ده. فأين نحن من الشرع الشريف؟ أبعد ما نكون عن الشرع الشريف.
فعشان كده كانت هذه التصرفات عينة ونموذج سيء للإسلام، يصد عن الإسلام. فأعدائنا لما يشوف أحوال المسلمين وأعمالهم يقوم يقول لك إسلام إيه ده؟ مش عايزين الإسلام، يكره الإسلام. وعشان كده كانوا سبب في خروج الناس من دين الله أفواجا، بدل ما كانوا سبب لدخول الناس في دين الله أفواجا كالصحابة الكرام، صاروا سببا في خروج الناس من دين الله أفواجا. وأما إن كان شيطانيا فإن مال إليه واستصحبه وأسرى إليه فالصلاة فاسدة، لأن هذا من جنس ما ذكرناه آنفا عن النفس التي تحدث بالشهوة المحرمة. فإنه كل ما هو من طريق الشهوات هو حقها تبقى كل ما منفصلة، ما يربطهاش كده، قلتوها مربوطة غلط، حقها تبقى منفصلة، كل ما كلمتين كده، ما يقولش كل ما، عارف لما يتصل تبقى ايه؟ كأنها ظرف، ظرف مكان أو زمان، لكن لما ينفصل تبقى كلام، كل ما. فخد بالك الكلام الدقيق ده مهم، يبقى هنا من باب المنفصل وليس من باب المتصل، فتكتبها كل ما، كل لوحدها وما جنبها كده كلمة منفصلة. فإنه كل ما هو من طريق الشهوات فهو من قبيل النفساني، وكل ما برضه تفصل، وكل ما هو من قبيل المعاصي فهو من قبيل الشيطان، فإن لم يلتفت إليه واستغفر وأعرض فيرجى ألا تفسد صلاته إن شاء الله. يبقى لو جاله خاطر المعصية ده وما التفتش إليه واستغفر بسرعة واستمر في صلاته إن شاء الله خير وبركة، وياخد ثواب المجاهدة. إنما التفت وانشغل فما بالك بمن تلبس به، زي الأمثلة اللي إحنا قلناها. فراجع نفسك. وأما الوجه الذي بين البطلان والجواز على حسب التقسيم أولا فهو الذي تكثر من الخواطر ويغفل عن دفعها ولا يشتغل بها أيضا، فلا دليل لنا على الفساد ولا على ضده. في وجه بقى متوسط كده بين البطلان، إن هو يجيله خواطر ما يقومهاش وتتبدل عليه، ما ينشغلش بخاطر معين، وفي نفس الوقت هو مدرك بإيه؟ بأركان الصلاة وما حصلش خلل فيها، يبقى ده بين الجواز وبين البطلان، فما نقدرش نحكم، نسيبه بقى نفوض عمله لله بقى، هو اللي يفصل فيه. وفيه دليل على أن عادة سيدنا صلى الله عليه وسلم كانت الإقامة بعد الصلاة في المسجد، يؤخذ ذلك من قوله سريعا، فإن النبي لما صلى وقام سريعا تعجبوا، دليل ان ده على خلاف عادته، لان لو كانت عادته كده ما كانوش تعجب. فعرفنا ان النبي كان لما يخلص الصلاه يمكث في مكانه، لا يغير مكانه سريعا بل يمكث لختام الصلاه، عرفنا دي على طول من تعجبهم عندما تحرك النبي سريعا. فيه دليل على ان عاده سيدنا صلى الله عليه وسلم كانت الاقامه بعد الصلاه في المسجد، يؤخذ ذلك من قوله سريعا وتعجب الصحابه رضي الله عنهم منه، لانه لولا ما كان هذا منه عليه السلام خلاف عادته لم يتعجب منه. وفي هذا دليل على ان يكون من يدعو الى خير يغلب ذلك الخير عليه في اكثر عاداته حتى يكون حاله يصدق مقاله، لان سيدنا صلى الله عليه وسلم قد اخبر بغير هذا الحديث ان من قعد في مصلى بقيت الملائكه تصلي عليه، وان انتظار الصلاه الى الصلاه بالوقت، فما دل عليه السلام عليه بمقاله كان الغالب على حاله، فلما راوا منه غير ذلك تعجب. النبي حثنا اننا نقعد ننتظر الصلاه بعد الصلاه، وقال ان الانسان ما دام في مصلى الملائكه بتصلي عليه، يعني كانه بيقول لنا ما تستعجلوش خليكوا يعني، فيجي فعله يخالف قوله دليل ان في عله اقوى بقى. فهمت ازاي؟ وفيه دليل على ان مخالفه العاده تقتضي التشويش على الاخوان اذا لم يعرف السبب لذلك. انت مش مطلوب تشوش على اخوانك، انت بتأم الناس وليك عاده مستقره معاهم، فتيجي تخالفها فجاه اظهر لهم بقى سبب المخالفه عشان تزيل التشويش اللي طرا عليه. عشان كده النبي لما رجع لهم مشوشين قال لهم معلش يا جماعه، لا انا كان في شويه تبر عندي خفت ان يبيد،
يبقى شرح لهم الموقف ليزيل التشويش الذي حدث عندهم. فهمتوا بقى ازاي؟ فلما انت تعمل فعل غريب غير معتاد امام الناس اللي هم معاشرينك لازم تبين لهم عله فعلك ده، ما تسيبهمش مشوشين ومستغربين وكل واحد قاعد ايه يضرب اسداس في اخماس ويخمن ويقول لعله ولعله ولعله وينكت. طب ايه؟ ما تقول لهم بوضوح يا اخي. فهمت؟ فيه دليل على ان مخالفه العاده تقتضي التشويش على الاخوان اذا لم يعرف السبب لذلك. يؤخذ ذلك من تعجب الصحابه رضوان الله عليهم، ويؤخذ منه ان من حق الصحبه العمل على زوال التشويش عن الصاحب، وان قل ان امكن ذلك يؤخذ ذلك من رجوع سيدنا صلى الله عليه وسلم اليه واخبارهم بسبب سرعه رجوعه الى اهله. وفيه دليل على العمل بما يظهر من الشخص دون افصاح ولا سؤال. يؤخذ ذلك من ان سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم الا بعدما راى في وجوه القوم التعجب. يعني برضه العمل على ما يظهر من الانطباع. الناس حتى لو ما اتكلموش لازم تتفاعل مع الناس، مش تتجاهل الناس. كثير من الحكام المسلمين تجاهلوا حاجات الناس لما خلوا الناس تطلع تصرخ علشان تعرفهم حاجتهم. ما تخليش الناس تصرخ، ما انت من الاول تحس بالناس يا اخي، حس بالناس ويزيل حاجتهم قبل ان يصرخوا وقبل ان يخرجوا. يفضلوا انهم يموتوا من اجل ان يتحقق حاجتهم. فهمت ازاي؟ فدي برضه ما شوف النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ان هو ظهر دي بس بوادر على وجوههم كده ان هم متعجبين ونفسهم يعرفوا ليه النبي عمل كده ويا ترى ومش عارف ايه. راح وضح لهم على طول بوضوح كده بهدوء كده، جميل النبي جميل كده مريح عشرته حلوه تعيش معاه تبقى مستريح، ويزيل من قلبك اي شيء واي انطباع غريب صلى الله عليه وسلم. وانت عارف القصه اللي قبل كده لما راح يوصل ستنا صفيه زوجته وجت تزوره في الاعتكاف بالليل، فبعدين الدنيا ضلمه وبيت ستنا صفيه كان اخر حجرات الايه؟ الزوجات. فبيضطر يمشي خارج المسجد مسافه كده يوصلها وبعدين يرجع تاني صلى الله عليه وسلم. فشافوه في الضلمه ماشي مع واحده ست، قال اتنين من الصحابه من الانصار دي وكده مكسوفين ان النبي يشوفهم ان هم شافوه على هذا الوضع ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على رسليكم انها صفيه دلوقتي بوصل يزيل اي شبهه في الحال كده. شفت النبي جميل ازاي؟ لازم نتعلم هذا من النبي. فلما تيجي تبقى في بيتك مع مراتك ما تتصرفش تصرف غريب وما توضحش لمراتك ايه التصرف ده سببه، عشان ما تخليهاش محتار. عايش مع اولادك اتصرفت تصرف غريب، عرف اولادك ليه انت عملت كده عشان تريح. فهمت؟ لكن مش تعيش كده كلك اسرار وقاعدين كده مش عارفين، يقول لك السر كبير ويجيلي اعلان بغضبه. لا، لازم تعرف حساب انك انت عايش مع ناس، وان الناس دي لازم تزيل اي تشويش يحدث بينك وبينهم ولو كان من غير ما يتكلموا، بمجرد النبي شاف علامات في وشهم بس، علامه التعجب بس. محدش قال له يا رسول الله، هم كانوا لا يجرؤوا يسالوه من هيبته ووقاره، لا يجرؤوا يقولوا له إيه؟ لماذا يعني انهيت الصلاه مسرعا ودخلت الى بيتك؟ ما يقدروش، مع ان السؤال ممكن يتسال بادب وكل حاجه بس ما يصحش، يتكسفوا خالص ان يسالوا. زي مره الرسول ده خرج من بيته سيدنا بلال ايه؟ اقام الصلاه، فخرج من حجر ستنا عيشه وراح على القبله والصفوف اتصفت، وبعدين حيني افتكر انه كان جنوب، فقال لهم على هيئتكم، ودخل حجرته وغاب حوالي 5 دقائق ورجع شعره كله ميه وجسمه كله ميه، ثم قال لهم تذكرت اني على جنابه فاغتسلت وجهت. بس حاجه لطيفه جدا بدل ما يتعجبوا. شوف احوال النبي ازاي مع الناس وازاي عاش مع الناس، فكل من عاشره احبه صلى الله عليه وسلم، حتى ممن عداه في الراي، حتى اعداؤه في الراي وفي الدين كانوا يحترمونه ويجلونه ويعلمون انه انسان كامل الصفات صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فعشان كده بيقول لك وفيه دليل على العمل بما يظهر من الشخص دون افصاح، ولو ما اتكلمش ولا سؤال. يؤخذ ذلك من ان سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم الا بعد ان راى في وجود قوم التعجب. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. يقول هل يوجد ربط بين ما يحدث الان وبين الهجوم على الاسلام كما يظن البعض؟ هو الان الهجوم على الاسلام بيتم في زمن الفتن بايادي المسلمين عن طريق تحفيزهم من خارجهم، وبيستغلوا جهل المسلمين. فهي الهجوم على الاسلام بيتم من خلال تحريك المسلمين الجهله باحكام دينهم، واخد بالك، أن يعبروا عن حاجاتهم الضرورية وهو إزالة الظلم بطريقة تؤدي إلى إسالة دمائهم البعض، طريقة غير سوية، فتتحول الحروب الصليبية من أن يأتي إنسان كافر يقتل مسلم إلى إنسان مسلم يقتل مسلم مخالف له. وهذه الحروب الصليبية الحديثة اللي بيقودها الدجال في الباطن مع الشيطان واليهود والأمريكان. فإحنا عندنا ثلاثية الأعداء، ثلاث أعداء تعمل مثلث كده، والمسلمين محصورين في المثلث ده، الدجال، الشيطان، اليهود ومن والاه، وفي النص المسلمين محصورين. فهمت بقى ازاي؟ فهو من خلال هذه الثلاثية بينفي السموم، مستغل جهل المسلمين ببعض أحكام دينهم وانتشار رويدات يقود المسلمين ولا يصلحوا لإدارة أمر العامة، وأصبحوا نخبة اللي هم الرويبضات. النبي يقول لك هيجوا رويبضات، ناس تفتي بغير علم فيضل ويضل، ومن خلال هذا كله يحدث الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل يأتي زمان يقتل الرجل أخيه فلا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، والقاتل ولا الطرف ثالث. شو بيقولوا كده؟ طرف ثالث. فشيء عجيب، الطرف الثالث ده هم ايه؟ اضلاع المثلث. اضلاع المثلث اللي هو الدجال في الباطن، لان الدجال موجود على فكره بس في الباطن، هيجي وقت يغضب يظهر، لكن ده موجود، والله موجود، ومن ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيقود الشر في الباطن. وكل عصر، في كل عصر يظهر في صور شريرة معينة لحد ما يوصل لمرحلة الهرج، فيقتل الناس بعضهم البعض، ثم ربنا سبحانه وتعالى يجمعهم على إيمان عادل في آخر الزمان والمهدي، فيحصل نوع من الانتصارات، فيوم يغضب ربه يظهر على حقيقته بقى، يخرج بقى بنفسه لما يلاقي تلك الانتصارات المسلمين تحدث. عندما يغضب الغضبة الأخيرة دي يظهر، فلما يظهر ربنا ينزل له سيدنا عيسى بن مريم يقتله. فهمت بقى ازاي؟ القصة احنا عايشين فيها. ربنا ينجينا يا سيدي. من اصول، مش من اصول الفقه، من القواعد الفقهيه وليست من القواعد الاصوليه. لو سجد سجود سهو في غير موضعه معينه، لو سجد سجود سهو في غير موضعه قبل التسليم وهو يعلم انه لا سجود سهو في هذا الموضع تبطل صلاته لو سجد قبل التسليم. لانه لو سجود قبل التسليم كانه ادخل سجدتين زائدتين، لكن لو سجد بعد التسليم لا تبطل صلاته لانها انقلب بالسلام. لو اتبع الامام بس يعني يثبت الموضع وهو ما بيثبتش، يتبع الامام لو سجد قبل التسليم لان ما زال مرتبطا به، والله تعالى اعلم.